فالله جل وعلا له صفات ذاتية مثل اليدين والوجه، وهو نزلة أخرى والأصابع، كل ما جاء الدليل بإثباته لله من صفات الذات فإننا نثبته لله عز وجل على حقيقته، خلافاً للمعطلة وخلافاً للممثلة. المعطلة الذين ينفون أسماء الله وصفاته وعلى رأسهم الجهمية، والممثلة الذين يغلون في الإثبات حتى يذهبوا من حوضه صلى الله عليه وسلم بصفات خلقه، فهم على طرفي نقيض. هؤلاء غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات الذات وصفات الأفعال خلافاً للمعطلة، إثباتاً بلا تمثيل خلافاً للمشبهة، على قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في قوله ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا له صفات ذاتية وله صفات فعلية كالاستواء والنزول والخلق والرزق والكلام وغير ذلك من صفات أفعاله سبحانه وتعالى.